كشف حساب مكافحة المخدرات السعودية على تويتر عن الإطاحة ب 28 متورطا في الترويج لمادة الشبو في عدة مناطق خلال 15 يوما الماضية، كان آخرها خلال 24 ساعة الماضية، حيث تم القبض على مقيمين اثنين لترويجهما مادة الشبو المخدرة بمنطقة تبوك، كما تم إيقاف 4 مقيمين من الجنسية الباكستانية لترويجهم أكثر من 24 كيلوغراما من مادة الشبو في المنطقة الشرقية. الأمن العام السعودي أعلن اليوم كذلك عبر حسابه على تويتر عن القبض على مقيم من الجنسية البنغلاديشية لترويجه أيضا مادة الشبو المخدرة. ومن الرياض ينضم إلينا اختصاصي الوقاية من المخدرات وعضو مجلس إدارة المشروع الوطني للوقاية من المخدرات نبراس الدكتور سليمان الحيدان. دكتور سليمان مساء الخير، مرحبا بك معي في نشرة الرابعة من الرياض، حياك الله. يعني الحساب مكافحة المخدرات كما نشاهد نشيط جدا خلال هذه الأيام، حملة كبيرة للقضاء على الشبو في السعودية، أنتم في نبراس ما هو دوركم في هذا الموضوع، وكذلك ما الذي تقومون به تجاه الأسر تجاه الطلاب أيضا كذلك بما أنكم منصة توعوية إلى حد ما؟ طيب أهلا وسهلا وأهلا وسهلا مشاهدين. بداية أكرر يعني سعادتي الغامرة بجهود رجال الأمن البواسل يعني في محاربة كافة أنواع المخدرات ومنها مادة الشبو. لله الحمد منا نشهد يعني إنجازات عظيمة لله الحمد في هذا الصدد. اليوم في يعني من أهم وسائل الحماية من تعاطي المخدرات بشكل كامل هو خفض الطلب وخفض العرض. الجهود الأمنية تهتم بخفض العرض يعني في هذا الجانب، ونشهد كما سلفت جهود جبارة في هذا الجانب. الأهم والأقوى وكما توصي المنظمات الدولية الأبرز والأكثر أهمية هو خفض الطلب، وهو الوقاية من تعاطي المخدرات وجعل الأفراد قادرين بإذن الله عز وجل على كسب الحصانة تجاه هذه الآفة والبعد عنها قدر الإمكان. تعاطي المخدرات هي آفة تعم جميع شعوب العالم لا يستثنى منها أحد، لكن كيف نحمي أنفسنا وأبنائنا منها؟ هذا هو يعني هدف المشروع الوطني للوقاية من المخدرات نبراس، بتعزيز يعني المساهمة بتعزيز وعي المجتمع تجاه هذه الآفة. وش اللي قدمه يا دكتور البرنامج في إن للأسر في إنهم يتعاملوا مع أفراد العائلة، سواء الأفراد العائلة المتعاطين لا سمح الله، أو كذلك محاولة المحافظة عليهم، الوقاية أيضا كذلك من الانخراط في مثل هذه المواد المخدرة القاتلة؟ طيب النقطة الأهم اليوم هي المرحلة ما قبل التعاطي، وهذه أغلب جهودنا مركزة على هذا الجانب رغم الجهود الموجودة في كل الجوانب. مرحلة ما قبل التعاطي هي تعزيز حصانة الإنسان أو الطفل تحديدا والأبناء تجاه هذه المخدرات وعدم رفضها وعدم حتى مجرد التفكير بتعاطيها من خلال إعداد برامج ووسائل و مواد علمية وأيضا بودكاستات وغيرها وألعاب وغيرها مكرسة لجانبين، تعزيز مهارات الوالدين تجاه تعاطي المخدرات وكيفية حماية أبنائهم من تعاطيها، وذلك من خلال يعني غرس قيمة لدى الآباء أن تعاطي الوقاية من تعاطي المخدرات تكون من خلال تنمية فرد سوي على جميع المستويات. اليوم الوقاية من تعاطي المخدرات ليست من خلال تقديم مادة وهذه عينة يا ابني شوفها هذه ما يصح تتعاطاها، لا مو بالطريقة هذه فقط. أجل وش المفروض الطريقة يعني دكتور؟ تغيرت تطورت طرق التوعية؟ تجارب الدراسات العلمية وأيضا توصيات المنظمات الدولية في هذا الجانب تحث على أن نركز على التنشئة والتربية السوية أولا، تنمية المهارات الحياتية لدى أبنائنا، تعزيز قدرتهم على اتخاذ القرار. اليوم لما يتعاطى الواحد تسأل الناس اللي متعاطين تقول ليش تتعاطى، يقول لك
والله اغصبوني أصدقاء، أنا أخذها بمصطلح عامي، اضغطوا علي أصدقائي، قلت بجرب، هذه معناتها أن الشخص عنده ضعف في اتخاذ القرار والدفاعية. لكن 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 يا دكتور، يعني مصداقا لكلامك أيضا في 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 ما في في هذا الخصوص، يعني اليوم في انتشار لمادة الشبوة، طبعا هذا من خلال ما كشفت عنا مكافحة المخدرات بالإطاحة على مروجين 24 كيلو، نتكلم جرام المادة الشبوة في المنطقة الشرقية وغيرها من المناطق. وش سبب انتشار هذه المادة خصوصا بين المراهقين؟ طبعا ضعف الوعي بخطورة هالمادة قاد إلى توجه كثير من المتعاطين إلى تعاطيها، يمكن هذا أحد الأسباب والعوامل. أيضا عدم الإدراك، يعني بعض الناس لما تجي تقول له مخدرات ومادة تصنفها بعنوانها وتتعنون بعنوان صحيح يخاف منها، لكن لما تأتي بمصطلحات من خلال جلسات بعض الأصدقاء وضعف قدرة الإنسان زي ما أسلفت أنه على تعاطيها، هنا يكون الخلل. اليوم قد تكون مادة مثل الشبو، لكن ممكن لا قدر الله مستقبلا تظهر مواد أخرى في عالم المخدرات، مصنعي وعصابات المخدرات كل يوم تصنع مادة جديدة وتحاول أن تغزو المجتمعات فيها. فهدفنا من خلال برنامج نبراس تحديدا أنه نعزز الحصانة المجتمعية تجاه جميع المواد بما فيها الشبو وغيرها من المواد، أيضا من خلال بعض البرامج المختصة بمناقشة الأفكار المغلوطة، يعني من خلال منصات التواصل الاجتماعي عندنا موجود حلقات خاصة لمناقشة بعض الأفكار اللي تروج لبعض المواد المخدرة. أشكرك جزيل الشكر الدكتور سليمان الحيدان، اختصاصي الوقاية من المخدرات، عضو مجلس إدارة المشروع الوطني للوقاية من المخدرات نبراس. شكرا جزيلا لك يا دكتور. لمتابعة المزيد من الأخبار والبرامج والقصص الإنسانية والوثائقيات والتقارير الإخبارية، لا تنسوا الاشتراك في قناتنا على يوتيوب، الضغط على زر الإعجاب وتفعيل جرس التنبيهات.